بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن الحشرات تولد الكهرباء. اكتشف العلماء حديثا أن الزنبور الشرقي يولد الكهرباء اعتمادا على الطاقة الشمسية. عندما تشتد الشمس تولد هذه الحشرات الطاقة الشمسية. صراحة ما نقول سبحان الله، لقد سبقتنا هذه الحشرات إلى استقلال الطاقة الشمسية. من الذي علمها هذه التكنولوجيا المتطورة؟ طبعا إنه الله سبحانه وتعالى القائل في القرآن الكريم: ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. سورة الأنعام آية 68. والله